السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا، وحشتوني اوي اوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض فستان كروازيه بشكل سهل اوي اوي بسيط. هو الفستان عبارة عن معمول كروازيه، تمام، وكمان في جيبة منه فيه وكروازيه. طيب منه فيه ليه وكروازيه ليه؟ عشان خاطر القصة اللي انتوا هتشوفوها دي هي نفس القصة اللي احنا هنعملها بإذن الله. طريقة سهلة قوي قوي بسيطة، كل اللي عليك لايك جميل وتعالي اجمل واشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو مرة تشوفيني اول مرة تعرفيني، بس كده. ويلا بينا نشوف الفستان هيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني مع بعض بالفستان. بصوا يا جماعة، هو ده الفستان نفس الصورة اللي انتوا شفتوها، ولو هتشوفوها برضه دلوقتي. بصوا يا جماعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن فستان كروازيه، تمام. ادي الحزام بتاعه اهو، ثانية واحدة، وادي هنا القصة بتاعته عشان نشوفها. انا مرضتش اقفله، لان انت بقى طبعا لازما طبعا بتقفلي الاجزاء دي لو انت حابه، مش حابه بتقفلي من اول الجزء ده، وبتسيبي بعد كده الجيبه بتاعتك مفتوحه، وبتعملي لها زي بزونه من تحت كده عشان خاطر ايه، تبقى بديل لفتحه الجيبه دي، تمام، زي الفستان او يعني تقارب للفستان. هو ده الفستان اللي احنا هنعمله باذن الله النهارده بشكل سهل قوي قوي بسيط. الكروازيه هنا معانا يا جماعه عند الوسط، الكروازيه هنا عند الوسط بشكل يعني حلو قوي، واحنا ان شاء الله نشرحه واحده واحده وبطريقه سهله قوي قوي. وزي ما اتفقنا كل اللي عليكي بس اللايك الجميل وخلاص، تمام. وهنيجي هنا نرسم اول حاجه خالص خط عرض الظهر، وبعدين ننزل هنا شويه، هتبقى 10 سنتي، وبعدين هتبقى دي 20 سنتي، وبعدين هتبقى دي 30 سنتي، تمام. وطبعا الارقام اللي احنا بنتكلم عنها دي هي طول الاطوال بتاعتنا. وبعدين هنحط الدورانات، اول دوران عندنا دوران الستر وهو 10 سنتي، تمام. وبعدين دوران الوسط واللي هو 8 سنتي، ثانية واحدة، اللي هو 8 سنتي، ثانية واحدة اهو، تمام كده. وبعدين هنيجي هنا دوران الأرداف، آخر دوران عندنا واللي هو 11 سنتي، تمام. المقاسات اللي احنا بنقولها دي مقاسات مصغرة عشان خاطر تدريب الكرسي بتاعنا، تمام، ومش مقاسات حد معين ولا مقاسات حتى العروسة اللعبة، تمام. وهنيجي هنا كده وهنعمل الدوران الاساسي بتاعنا. بص بقى، احنا هنا بنشتغل طبعا من الاتجاه المقفول متعودين عليه، فالمره دي احنا هنشتغل على الاتجاه المفتوح، تمام. بالنسبه لاخر دورانات عندنا، يعني هنقفل كده مربع مستطيل وهنعمله باكبر دوران عندنا واللي هو 10 سنتي. مش عايزه دوران الارداف انا دلوقتي خالص، تمام. وهنيجي هنا هنشتغل هنا دوران حرده الرقبه واللي هو 3 سنتي، وبعدين هناخد هنا 3 سنتي بتوعنا، تمام كده يا جماعة. وبعدين كده هنعمل حردة الرقبة، وبعدين هننزل خط الكتف، خط الكتف. وبعدين هنيجي كده ناخد 1.5 سنتي، ثانية واحدة. وبعدين هنيجي هنا تبقى دي 6 سنتي طول الكتف بتاعنا، تمام. وبعدين هننزل من طول الكتف ده، هيبقى كده، تمام. وهنوصلها بأكبر نقطة، ثانية واحدة، 4 سنتي. وبعدين هناخد هنا 1 سنتي، وبعدين هنيجي هنا كده ونعملها مصدر خروج، ونعمل حردة الإبط بتاعتنا. بعد ما عملنا حردة الإبط بتاعتنا، بنيجي بقى نوصل الأجزاء اللي أنا عايزة أوصلها ببعضها. يعني مثلا عندي هنا دوران الوسط 8 سنتي، فأنا هعمل دوران الوسط هنا، تمام كده، علشان خاطر يبقى مظبوط والشغل بتاعنا مظبوط، تمام. وبعدين هنيجي نقسم بقى اخر نقطه هنا، تمام كده يا جماعه، تمام. طيب دلوقتي الكروازيه احنا لسه ما عملناهوش، فالكروازيه قلنا هنعمله من عند نقطه الوسط، والنقطه دي معايا تلقائيه لان انا عايزه الطول بتاع الايه، طول الفستان. فانا عندي نقطه الوسط هنيجي من اول هنا، وهناخد كده عند حرده الرقبه، تمام كده، وهنمشي عند نقطة الوسط اللي احنا متفقين عليها دي، واللي هي هتاخد معايا بالظبط كده، ثانية واحدة، بصوا هتبقى بنفس الشكل ده كده، هتيجي بالظبط كده عند دوران الوسط، تمام. فانا جيت كده عملتها على دوران الوسط الكروازيه. وبعدين مبقاش في كروازيه هنا، يعني انا مش هنزل على كروازيه، لا انا هنزل بقى على ايه، على التكسيمة بتاعتي الاساسية. فالتكسيمة بتاعتي الاساسية بتتكلم بتقول ايه كده، تمام. يبقى انا كده خلصت تصميم الكروازيه بتاعنا، عملت ايه، قفلت الاول المستطيل واشتغلت من الاتجاه المفتوح، وبعدين جيت عملت الكروازيه من اول الوسط زي الفستان في الصوره بيقول، وبعدين خدت من اول الوسط نزلت على
دوران بتاع الارداف او دوران التقسيم اللي انت حابه تقسمي بيه زي كده، تمام؟ نفس الشكل ده، تمام كده يا جماعه؟ تمام. دلوقتي ده جزئيه، الورقتين دول كده دول الامام بس، دول الامام مش هقصهم دلوقتي، هعمل كمان الخلف علشان اقص. طيب الخلف دلوقتي هنعمله من الاتجاه المقفول مش الاتجاه المفتوح، ونظبط بس الورق، هنعمله من الاتجاه المقفول، تمام كده يا جماعه؟ بصوا بقى هتبقى كده 10 سنتي، وبعدين هتبقى 10 20 30، دي اطوال بتاعتنا، الاطوال دي اللي على اساسها بنرسم دورانات الدورانات الاساسية، دوران الصدر 10، دوران الوسط 8، برجع اكرر تاني دي مش دورانات حد معين، وهنا عندي دوران الارداف 11. طيب بالنسبة للفستان ده انا مش هشتغل على دوران الوسط 8 ده لان انا مش عايزة اقسمه ولا يبقى ضيق، فانا هشتغل على طول على دوران الارداف على طول، تمام؟ فانا هحاول ان انا اظبط دوران الارداف يبقى هنا نفس الشكل ده كده، واوصل بقى باقي الدورانات دي كلها فيه. ليه انا عملت كده؟ عشان خاطر انا عايزاه يبقى فستان مرتاح من الخلف وما يبقاش ضيق. طبعا هيبقى بالنسبه لك برده هيبقى سواريه، بس الفكره بالنسبه لي ان هو ما يبقاش ضيق، ايه شكله اوفر، ان انت تقدري تتني فيه او تظبطي فيه لو انت بتشتغليه لحد، تمام؟ وهتبقى كده 30، وهنعمل حرده الابد ثانيه واحده، وبعدين هنيجي كده تبقى واحدة واحد ونص، بعدين هنعمل خط بدون مقاس، بنرسم كل شوية البطرون الأساسي عشان خاطر ايه تعرفيه، بس الفرق ان احنا المرة دي هنرسمه بدون تقسيم زي ما اتفقنا، مش هنقسمه قوي، تمام؟ يعني ايه مش هنقسمه؟ هتشوفي دلوقتي، هتبقى دي 4 سنتي، وبعدين هنيجي كده وتخرج، هتبقى كده حردة الجيرو، تمام كده؟ تمام. انا دلوقتي خلصت البطرون بتاعي بس هزوده من تحت، تمام؟ عشان خاطر اظبطه. نبتدي نقص بقى، بس قبل ما نقص اشيل الورقه الزياده ديت اللي فيها، مش محتاجه غير ورقه واحده بس، هتطلع لي الظهر كله، ثانيه واحده، طبعا بعد كده حابه تاخدي الاتنين سنتي بتوع الوسط دول في الخياطه، تمام؟ او 3 سنتي على حسب المقاسات اللي انت بتشتغلي بيها، تمام؟ حابه تضيقيه من اول البطرون برضو، تمام؟ عادي ان انت تقسميه زي ما احنا كنا بنقسم، تمام؟ هي الفكره بس عشان خاطر تظبطي الكروازيه عليه يبقى بالظبط. هنيجي كده وهنقص حرده الجيرو، وهنفتح الجزء المقفول اللي احنا بنتكلم عنه ده، اهو الجزء المقفول اهو، ثانية واحدة، يبقى كده بصي يا حبيبتي اهو كده هيبقى بنفس الشكل ده كده، وهنفتح كده الجزئية المقفولة دي خالص، وكده انا خلصت الفستان بتاعي، هوريهولكم بقى ثانية واحدة، بصوا عشان اوريكم بس الفستان، ادي الجزئيه الاماميه الخلفيه دي، دي الجزئيه الخلفيه، وادي الجزئيه الاماميه بتاعتي، ادي الجزئيه الاماميه بتاعتي، هنركبها بنفس الشكل ده كده عشان انا هنا مقسمه، تمام؟ هنركبها بنفس الشكل ده، وهنيجي الناحيه الثانيه نركب عليها الجزئيه الثانيه بنفس الشكل. انا هنا مقسمه الامام ومش مقسمه الخلف، فعشان خاطر انا ممكن اخد بنس من الخلف، خلي بالك من النقطه دي، لو تاخدي بنس يبقى انت ايه عوضي في البنس، مش هتاخدي يبقى تقسمي زيه زي الامام بالظبط، تمام يا جماعه؟ كده تمام كده خلاص الفيديو كده خلص، الفستان سهل وبسيط اهو. لايك نعمل تعليق واشتراك في القناه، وطبعا اي بطانه، يعني بصوا يا جماعه اي فستان بيبقى محتاج له بطانه، وخصوصا كمان لما يكون فستان زي كده، فانت بتحاولي تقفليه قوي قوي كده على بعضه عشان خاطر ايه تجيبي الكروازيه بتاعه قوي، تمام؟ فهي بنفس الشكل ده بنفس الطريقة دي، هي نفس الطريقة ونفس الشكل اللي احنا عملناه بيها ده، عملنا ده، بس الفرق ان ده هنا ولا متقسم من الامام ولا متقسم من الخلف، تمام؟
طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك جميل وتعالى اعمل اشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو مرتش في يوم مره تعرفيني. يا رب يكون الفستان او التصميم سهل وبسيط عليكي. ولايك جميل وتعالى اعمل. ويا ريت تعملي مشاركه لكل اصحابك عشان خاطر ناس كتير تستفاد من الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تعليم الخياطه مع مريم احمد. ان شاء الله نعمل فيديو جديد وان شاء الله نعمل حلقات اكتر واخطر، بس ادعوا لنا كده وباذن الله هنعمل كل يوم فيديو او على الاقل ثلاث حاجات دي. بعد اذنك كده بنبص للساده المشاهدين واقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك اشتراك للبتاع واقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفسحه انت اللي هموت ايدك معايا.